الاهلي بالنسبه لنا، وخلينا احنا نركز في نفسنا، بدا اولى تدريباته طبعا بعد وصوله بالامس زي ما كنا بنغطي مع حضراتكم الامارات استعدادا عشان يواجه بيراميدز على كاس السوبر المصري. طيب كان في استقبال برضو الاجواء نحكيها لحضراتكم، في استقبال الفريق كان موجود في المطار سياده السفير احمد منيب القنصل المصري بالامارات، وكان في وفد من مجلس ابو ظبي كمان الرياضي، وكانوا حريصين جدا على استقبال طبعا بعثه الفريق وتذليل كل العقبات. يعني اعتقد ده دايما بيكون موجود، وروح دايما وصوره دايما بتكون محترمه وموجوده. بدات التدريبات كمان بدون راحه على طول على ملعب بيبعد تقريبا 15 دقيقه من فندق الاقامه، اعتقد دي حاجه كويسه جدا. كل الجماهير عينيها طبعا على مباراه كاس السوبر، كلنا عينينا على مباراه كاس السوبر، ما بيفرقش معانا مين المنافس بالمناسبه. يعني احنا كنادي اهلي مش فارق معانا مين المنافس خالص، انسحاب منافس، وجود منافس، ده منافس قوي، منافس ضعيف، منافس في نفس المستوى، منافس افضل، ما بيفرقش معانا، احنا كده كده هنلعب، احنا كده كده ملتزمين. ان شاء الله يوم الجمعه تكون مباراه قويه وتحسم لصالح النادي الاهلي. انت عارفه انا هو انا واحد من الناس يعني لما بشوف اللغط اللي كان حاصل مثلا كام يوم اللي فاتوا، والنوع ده من الاحداث بيخليني بطبيعه الحال احن الايام ما كانش فيها مساحه اصلا ان يحصل حاجات من الصنف ده. يعني كان بيبقى دايما لقاء الاهلي والزمالك هو لقاء القمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى ايا كانت البطوله اللي هما بيشاركوا فيها. كان يعني مصر كلها بتبقى قاعده متمسمره قدام التلفزيونات وحتى جنب المحطات يعني الاذاعيه جنب الراديوات بيتفرجوا على الماتش، لان دايما لقاء الاهلي والزمالك بعيدا عن ان هو دايما ليه خصوصيه شديده، بس انا قصدي اقول لك عمرنا ما كنا بنسمع النوع ده من الامور او النوع ده من الاحداث. خصوصيه ومتعه يا كريم، والاهلاويه يقعدوا يلاقوا الزملكاويه والعكس. اقول لك على حاجه انا صعبانه عليا، انا ليا اصدقاء كتير جدا على فكره زملكاويه، وفي كل بيت مصر في زملكاوي واهلاوي يا جماعه، عادي يعني ما فيش مشكله، عادي جدا. انا عندي ناس صحابي كتير زملكاويه كانوا مسافرين يا حرام وسافروا بالفعل طبعا وخلاص طبعا يعني طبعا التذاكر وحجزته. هي دي النقطه، يعني المتضرر في الاول في الاخر انا لا اعتقد هو النادي الاهلي، يعني انا لا اعتقد تماما المتضرر من هذا الانسحاب او عدم التواجد النادي الاهلي خالص خالص. انا بتهيالي دي حاجه تضر المنافس مش احنا. فبالتالي تاني هرجع اقول انا صعبان عليا الجماهير اللي كانت متحمسه، اللي دفعت فلوس كتير عشان تروح، الناس اللي كانت منتظره اداء رائع من الفريق بتاعهم، اللي كانت منتظره فوز وكاس السوبر من الفريق بتاعهم، كل ده يعني مش احنا اللي زعلانين على فكره خالص. فكل واحد حر ولا ايه؟